يا هلا بيك يا مشرف عبيتك، من شوقي إلك بقلبي عبيتك. لما تطلع يا أنطوني على الأرز تطلع عبيتك. هن فلوا ونحن منبلش حلقة جديدة. شو يعني هن فلوا؟ هو حلقة جديدة. هن فلوا يعني إلي ومايكل صورنا سوا مشوار بالوادي لعملنا حلقة الأرز بفلوا. وين فلينا؟ باي باي. بحلقة بالفل منبلش حلقة جديدة مع الأولاد. أولادي طلعوا لقوني تنعمل يومين سكي and I'm super excited. يومين family day بالأرز مع الأولاد. كريم وشادي هن بارتي ولادك؟ اشتقت لهم كتير. ومع كريم ومع شادي دول حلو. اي باب ما شفته كان بلاس دونج. اي باب كاسكت احلى من كاسكتك. يلا نعمل تشيك ان من قلها. في غراض كتير، في غراض. ثلاث حلقات مشوار كاميرات حلقات. هلا جيب سكيت لكم بالسيارة. اميزنج فاميلي روم. اجمالا صار بقعد بالاوتيل سيدروس، بقعد باخر اوضه هونيك سويت بتعقد انونيل. هالمره مع الاولاد في عندنا مطبخ وعندنا اوضتين للاولاد، وحده لالي وحده لالهم. دبل بيد، حمامين. It's going to be wild. من الاوتيل حطينا اغراضنا، قعدنا شوي ارتحنا واز. هلا صار وقت العشاء. بدي بس خبركم اليوم نهار الاثنين، امبارح نهار الاحد كان الارز مفول مفول مفول، ما في محل تصف على الطريق، المطاعم كلها معبايه، كان الجو بياخذ العين. وحتى على البيستيت مع كل العجقه الموجوده واحد ما بينطر. هولي كلهم صور رح نكتشفهم بكره الصبح اول ما نوع. كمان مع الي ومارك بحلقه مشوار بالوادي بتحضروها بغير حلقه، اكتشفنا مطعم اسمه سيزل. اكل كان روعه، الموسيقى ونوعيتها توب، الخشب عظيم. فقلنا ليش ما بخلي الاولاد كمان يرجعوا يتعشوا زيت العشاء. فاليوم سيزل ريستو بار ويتش اي لايك. الاحد مش تمام ايه مزبوط. لكن اليوم احد المرفع، فالناس كلها عم تاكل لحمه بيروت. قلت لكم جيت امبارح حبيت الاكل ورجعت لهم زيتون. معقول هالقد؟ هاليوم رح نطلب مع الاولاد كراب سالاد وتشيكن سيزر سالاد وتشيكن كاري وتشيكن بريست وبيف كاشيو نوت وبيف ستروغانوف وجريت سالمون. ما طلبت لهم برجر،
لانه رح ناكل برجر بكره على البيستات. ايه جيل اتفقنا. ساعة ما في تشوبستكس باب السوشي فيك تاكلهم بايدك باصبعين. شوب شوب طيبين. كريمة فيها ستروبريز فيها أورنج فيها باينابل وفيها كتير كراب. مش عم تاكل خس كتير مهمة. لا مبلشين صح. وحتى فيها شيري توميتوز. Good start. Very fresh ingredients. Good start. بيضت معكم جبتكم محل أكل طيب قلتلك. Chicken and crouton. سلطاتو سوبر كريمين وفي صوص كتير وفي شقفة تجيب. طلع لك شقفتين دجاج. كريم بيهايند ذا كاميرا. يلا معنا اليوم كريم وشادي اللي رح نعمل معنا سكي بكرة. في شكل كتير ريفرشنج شادي. تن اوت اوف تن. It's good. Exceptional. هلا اكيد مثل طبخ امك ما فيه لما بكره تعمل لي مشكل بالبيت بس كتير قريب. وحياتك يعني جو بدي بس خبركم عن الاكل اللي اكلته اول نهار. ايفن جاي دورك جاي دورك. بدي بس خبركم عن الاكل اللي دقته اول نهار. الرزات المفلفلين صح. الخلطات اللي هن اللحمه الكاشو ستروغانوف وغيره وغيره. يمكن هون chicken curry beautiful smell good quality products very good quality products very good quality sauces top good choice. بتعرف هلا فاتحين عشاء كل يوم على الراد الا نهار الاثنين. بعتقد سألت الأسئلة امبارح نسيت بس anyway بيحرز المشوار. إن كنتوا تحت بيروت أو كنتوا بهون ببشرة أو كنتوا بالجبة أو كنتوا بهدن بيحرز المشوار. الجو مثل ما شايفينه الضوء مضوى منه نايت كلوب. موسيقى واطية خشب كتير لذيذ والأكلات سوبر طيبين. يمكن كمان نرجع نتعشى بكرة هون. كونوا صاروا 3-1 يس 3-1 3 لسبتة. ليك اللمعة ليك 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 وايلد سامن مش حي الله. تتخيل انه فيك تاكل لك شيء بالارز بالارز مش ببيروت. او ماي جاد اوف عبالك دوق. واو جايز روعة 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 روعة. Very good. أنا استويت بعتقد وجهي بفرجي قديش استويت كل نهار كل انرجي. عم رح احكيكم عن كل نهار بس هاي حلقة جديدة. روحوا احضروا مشوار بالوادي حلقة الأرز وعيون قرش. Anyway فوت من نام بكرة الصبح 8 الترويقة ويومين سكي مع الأولاد بالأرز رواق عجقة ما في. I love it. إن شاء الله من بعد فيديو يصير في عجقة أكتر. المنطقة بتستاهل. حرام والله محرم بيكون فل ناس عجقة قضوية موسيقى. المنطقة بتستاهل تكون مولعتها. Good night.
Are we ready? Yeah. يو منبلش بترويقة ومنقلع نهار. خي عجقة ما فيه بس التلج مقزز. في ناس تروع على الطريق تفهم مش على الطريق. بدي اخبركم عن ترويقتهم رائعة. شفتوا البيت بالفخارات كأنكم بمطعم تحت بالساحل او بمطعم بالضيعة، مش لانه على البيستيت او محل سياحي بيكون الاكل اقل. اخبركم عن الغداء والترويقة وصرت تعملوا عدة مرات. They are amazing. منبلش وين بدنا نبلش؟ منبلش هون بيض جبنة جامبون بالزيتات المزبوط، البيضة الروعة، الجبنة اللي دايبة على الوجه بالفخار. مش حيلا يلا غيرك ناطر، لا تاكل اكل غير شكل. عم دوق بس اتاكد منيح. دوق علي. سخنين برد كتير سخنين. يلا ترويقة. بياخدوا سكيات ومنقلع. اهلا وسهلا فيكم عنا بالارز. شرفتوا. نحن مونيتورية هون نهتم فيكم من البوت لآخر الجمعة. شب 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 حطيتهم كلهم هوني بزيادة. خذ نمرة سيادة. بعد 16 سنة سنوبورد عم نرجع عسكري. تنشوف كيف شغال؟ مش الحال. أول مرة طلبيني من ورا أنزل. ريدي؟ ريدي. هولي من امبارح حجزتهم حلوين. Let's go.
وصلنا على الارزيت وبلشنا. هاي ماريو طلعنا صوب الكاليسياش. هوا روعة. الحلو ان الشمس بتوصل مأخرة لهون، بتضل مجلد تقريبا للساعة 9:30 10. التلج رائع ما بيفوخر وبيضل مأخر، بيسكروا تنقول على الساعة 3، من هلا للساعة 3 انتنسيف. يوجلي ما في كتير في عجقة الا اذا المدارس مفرسين. اليوم النطرة تحت سريعة كتير كم دقيقة ومنبلش في بيست 2 وبيقوى شوي 3-4. الحلو فيها انه من راسة لكعبة نزلة وحدة بتنبسطوا فيها كتير، والحلو انه كل الناس ترجع تجتمع بزيت النقطة تحت بترجع تطلع. فاذا عندكم اصحابكم كنت تلتقوا فيهم كلنا ملتقى بزيت المحل. ترويقة روعة، الاهتمام بالولاد يحن وحدهم مش حالهم قلعوا، ونحن حنقضي نهار كتير حلو على البيستات. الارز اول تلجة واخر تلجة بالضاين، لحقوا حالكم الا اذا ما تلجت بعد. يعني ان شاء الله خير. بونجور رياضتو بطل لبنان بسكي. نحن هون مع الأبطال الصغار عم نتحضر لكواليفيكيشن على الورد كاب سنة الجاية بالنمسا. عم نحضرات الأرز مع كونديشنز كتير منيح.
اهلا وسهلا فيكم بالارض. اول شيء معك بيير فخري من بشري، محسوبك بصنع عنبيد النوبين. قلنا لي شيء 3 4 سنين بالسوق، بس عنبيد النوبين بيعجبك. بيدك بيد النوبين ميزته عن غيره من بيد انه طبيعي 100%. What a great day! اليوم سعبنا نهار فرصة يلي هو تنين الرماد، فرصة بالجبل وفرصة كتير مدارس. عجقة كتير 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 والتلج بلش هيك يصير بودرو، بس بعده كتير حلو. بدي أخبركم أنه شربل مرنوا لإيفن وصار عم يعمل سكي. إيفن أول مرة بيطلع سكي. جوني مع لاني وماشي حاله تمام تمام تمام. إني قلعت فأنا وياها هلأ مطلع على فوق. طبعا إحنا وين هاي قبل؟ لا بنطلع لفوق فوق 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 فوق. ما بصير لك شيء. والشباب شو كريم؟ All good. قلعت؟ Yes. أنتوني ضرب راسه صار شوفني حلو. اي والله. Great day. عن جد ما فيكم تتخيلوا. نحن على أساس بنوقف تنتغدى على الساعة 1. ما بعتقد رح نتغدى على الساعة 1 لأنه بعدنا كتير محمسين. نشاط حماس بشكل مش معقول. حتى ما عضلنا ما عم نتعب. What an amazing day. برجع بقولها قلتها بحلقات اللي قبل برجع بقولها هلا. بليز علموا أولادكم إذا بتقدروا سكي. نيال يلي علم أولاده سكي وكبر. ما فيكم تعرفوا it's a different mindset, a different way of seeing sports. أنا لقلي سكي والسباحة هن شغلتين ممنوع ولا ولد ما يتعلمون إذا قدرين. again يلا نزل قوية ننزل. مين بده يسبق التاني؟ أنت شو ناقصك؟ قولي لي. أنا أنا أحلى إحساس بالدنيا كانت هالقد. حضرتوها من وقت ما بلشنا البودكاست. شو؟ من وقت ما بلشنا الفيديوز على يوتيوب الناس عم تحضر كيف عم تكبر. أول شيء اشتغلنا على الوقفة هيك عم يخاف يوقف على سكيات، وبعدين هو لحاله صراحة قلبه قوي دغري نزل بالنازل. Super yummy. Next. Cheers. وبعد في اشياء عم تجي. ان كان chicken scallop مع الصوص اللي بتجي معها بتحطها هيك عليها وبتنبسط فيها على الاخر. سوبر كرانشي و سوبر جوسي من جوا من كل اللحمة. مشروم صوص. أكل على القد بعد السكي رائع وبشبع. نبقى هون هيك متعشى هون. هني بيسكروا على ثلاثة.
بدنا نعملها سيربريز لكوكب. كوكب صديقتي بعرفها من كتير زمان، بتعمل منقوشة صاج غير شكل. شو رأيكم بوحدة نوتيلا؟ أكيد ولو بدك تعميري الأولاد نوتيلا؟ هلا 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 اشتقت لك بس نوتيلا جميعا. هيدا هي بونجور. تفتحي بالشتوية؟ كان سيربريز. كيفك؟ كثير منيح. تفتحي بالشتوية؟ ويكند. أي ساعة لأي ساعة؟ إذا بتعص حلو ترويقة؟ من 8-7:30 لـ 6-7. لحقناها، نحن تغدينا كثير منيح وأكلنا كثير منيح. دسر عندك. يلا كوكب على طريق الأرز على السحب الطويلة. مرقص، تفاح، أبل سينامون. واو نوتيلا على البيروتي بس إنه أبل سينامون. حبيت فكرة. أورانج أمان. نايس مودرن ساج ديزيرتس. كوكب بين الأوتيل بين سيدريس وبين البيستيت. أنتوا راجعين بعد ما تكونوا أكلتوا وخلصتوا وتعبتوا وحمر وجهكم، بتوقفوا تحلية للمسلز وهيك بتروحوا بتناموا. طب تتعملوا سكيتنا نهار كمان الأرز يعني الأورانج أمير تما نكون عم نفايل. أوكي بس جبناهن معنا من المدينة. إيه تنعملهن مربى وبتعمليهن ساج أو بتعمليهن هيك هيك دسر من عبي مراطبين ومن دوي. شو رأيك؟ يلا أيوة كتير طيب. طب هاي يا أهلا وسهلا. عرفت شو لازم جاوب عن جد كل سيربريز. أنت بتشهي عن جد أنتوني بتشهي الواحد على الأكل عن جد. بنام دنج بالعربي شو بتصير؟ بطي دنج. نزرع قسم من القمح الاسمر عجب نحن بنزرعه مش بس من ما بيعيش الا ما يكون من هالمنطقه يعني من قمحه لقمحه من بدر. كوكب بتشتغل كل شيء بايده بتحكي عن عسل بلدي مربيات لون روعه بطلع هيك تحلية لقمة مربى. أنا عمالي أقول العسلات تحت مالا طلعوا التكستشر سجين أصلي دايما عسل. طلعنا الدنيا تطلع يا أنتوني على الأرز تطلع على بيتك. ولي 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 حبيبي أبل سينامون ما بقى فيني قد ما أكلت بس لمعته 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 حلوة. التفاح عنا اسم الله كتير. ريحته ريحة عيد الميلاد عن جد. هيك التفاح عنا خير الله تفاح يعني أكتر شيء نحن مشهورين بالتفاح. جينجل بيلز جينجل بيلز جينجل بيلز. يا أهلا وسهلا عن جد. يلا بنلفلفلكم سندويشات كلهم سكرهم خفيف.
التفاحة مطبوخة بتقرش شوية بس مش لاحظة يعني. كويك قرفة على قويك أنا فيلي لأنا بقصر. خليني لفل سندويشات للو أنطوني بليز لألك بليز وحيدة. أنا عكترت ما أكلت ما بعتقد رح أوعى بكير. بلا ساعة 8 متروق 7:30 8 أي ساعة بتروحوا 8 متروق مشان يكون ساعة كتير بيكون لأنه عملك زيارة بكرة. أهلا وسهلا فيكم. نهار بمجد الخالي بعتقد ربحت كل شيء. نهار مع أولادي، نهار بلبنان، نهار بالطبيعة، نهار على التلج، سكي، أكل طيب، مناظر روعة، ونخلص بسانسيت بياخد العقل. إذا من هون ورايح كفى الفيديو يعني تعشينا. إذا خلص الفيديو هلأ يعني عن جد ما بقف يعني أكل، فخليكم للآخر. قلن جود باي يمكن or not ملتع العشاء. Amazing two days with the family. انا ونال بعدنا كتير محب بعضنا بس نال ما بتعمل سكي مشان هيك بدنا معنا تخبروا اخبار. عطيتها موعد 7:30 واجت على الموعد. تربيتنا جاهزة بعتقد هي جوا عم تحضر شي العجينة او اللي هو المي سخنة على النار. تربيتنا عن كوكب قبل ما نبلش نهار التاني بسكي. The dam is breaking in. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in. So why you bother? This is nothing you can run from. كوكب أنا بالأرز هون من 92. أول شي بلشنا صاج نعيش القمحة الكاملة العجينة البلدية وكله على شغل البيت. وبعدين صرنا نفق خريط بالبيض القوارمة بيض جبنة. هلا هي رح نعملها بيض جبنة. في عنا كتير أصناف بالبيض بس كله بالفخارة. هاي الجبنة اسمها الجبنة الظرفية، نحنا بنعملها من جبنة معزة. هذه قديما كانوا يعملوها بيت جدي وأهلي لأنه ما كان في برادات، يحفظوا الجبنة بجلد المعزة بس إلا طريقتها أكيد بينظفوا كتير الجلد ولا أطيب من هيك طعمه. في كتير ناس بيسألوا عنا هاي الجبنة، يعني بيقولوا لك عندك جبنة ظرفية وأطيب شي هلا بتدوقه. شو هنتروي يا شباب؟ عن كوكب بيض بجبنة، بيض بقوارمة، لبنة كل شي بلبنة، الجبنة ظرفية، ندوقكم جبنة ظرفية، شغلة كتير مهمة. ليك شو رح تعمل؟ تاخد هاي بإيدك وتنطرها تسقع، بهالوقت تعمل له لقمة الماي دخنة. الريحة الحلوة، أنت بدك سخن كتير.
ما طلع طبيب تروح ما رفعت جيبك تتسقع لقطنا وين ما كان تخنة ما كان تخنة لك أهلا وسهلا لك أهلا برب ربك أوف مهنة دمي طعمتها كتير قوية الولاد يحبوها قصة طيب نحن متروق من قلية اليوم بدنا ناكل البيستات أكل طعين بكي قبل عجعة تمانة قبل عجعة على التسعة بصيروا نسوق بعضنا تمانة قبل العجعة ومن قلية تعرفكم على أسامة بيهتم فينا كل مرة أسامة في منك حبيب القلب بيعطينا أحلى سكيات وأحلى صبابيت وساعدنا بسكيات أسامة ثانك يو يلا دودي هلا معضل من بارح صلنا يومين بناكل ما عرفنا عليك صباح الخير هون المدير القصة كلها بيطعميكم اشياء كتير طيبة شو بياكلوا عندك؟ بياكلوا باجيت فريش مخبزة الصبح نحن بتعقد وبياكلوا فخارات بيض بلدي مع قورمة مع هامن تشيز مع تشيز مع سبرج بياكلوا لبنة بلدية جبنة بلدية نقيش كل شيء لحمة دجاج موجود لحمة دجاج للغدا شو اسمه فرنش فرايز مع كاتشب وغيره فرنش فرايز مع كاتشب هي ترويقتك المفضلة دخلك ساعات انتم بتسكروا بالشتوية وين بتكونوا فاتحين بالصيف؟ بنكون فاتحين بالصيف ببشري Let the fun begin شادي اليوم على سنوبورد عن امبارح سكيح ما قلعب معه اليوم المين بيروح اسرع ما نقصت سرعة عن مسؤوليات السكي مش سرعة السكي منطق Good morning رجعنا على الأرز نهارين مع الولاد بدي أقول لكم أقل من نهارين مش حرزين لأن يعني أول نهار بيكونوا خيفانين بينزلوا على تيزون بدهم ينزلوا ما بدهم ينزلوا بيتعلموا الأساسيات آخر نهار بيصيروا بليز ما بدنا نوقف تاني نهار بيصيروا باب بدنا نمشي وراك بدنا نضلنا كل نهار فإذا عبالكم تعملوا ويكند مع الولاد يومين نهار واحد ما بعد تتبعد مبارح كان شمس كتير قوية وحلوة فوخر التلج تقريبا على الساعة واحدة قد ما كان في عجق قد ما كان في ناس اليوم ما في شمس بعد unless رح ترجع إن شاء الله الهواء ما يطلع نهار جديد حلو كتير فعلا روعة عملتها كتير ناس عم تجي تقضي ويكند هون that's a good idea الباتون بميل الكاميرا بميل تلجات مجلدين ساعات ما بيكون في شمس ساعات ما بيكون في شمس ما بتقشع على التلج ما بتقشع على الباص تشوفه أبيض ما بتقشع وين رايحين إذا فوخر التلج إذا في طبة بالنص أخطر بكتير وما بدها عوينات لما بتصير ما تقشع وتمشي أبدا هيدا نجرب من الساعة 8 للساعة 12 بعتقد عضلاتي عم بيقولوا لي خلص انف يومين ورا ثلاث ايام ورا بعضهم بيقدي هلا صار وقت
شوية اكسايتمنت، شيء كتير حلو حبيتوه قبل صورناه، يلي هو بيسموه راتراك. بهالمكنة الرائعة اللي بتطلع وين ما كان رح نعمل بارمة على البيستات، وعرفكن على مدير المحطة إلي صديقي العزيز. ويت بدي علمني السوق. او ماي جاد، يلا هيدي جديدة. First time in my life. What the feeling. بس بدي اقول لكم هيدا حلم ولد صغير، انا وصغير حلمي يكون عندي بيت على راس الجبل وشي راتراك طلعني فيه لفوق. تشك نحن نشتغل تقريبا كل البيستات وكل الرومانتي ميكانيك عنا بتجي من النمسا. هلا بيجي مهندسين وبيجوا تكنيسيانية بدهم يشتغلوا بدهم، مشان نحن شغلنا بيقولوا لنا انه البيست والمنطقة عندنا من اجمل المناطق شايفينها للسكي، لانه اذا مثل ما بتشوفوا على البيستات عنا كلها مفتوحة على بعضها، وهيدي قليلة تكون موجودة بي بالجبال يعني بين هيك الجبال والوديان. يعني نحن على ظهر على تلة جنب محطة السكي تبعو الأرس بيقولوا لها بونت سبيسيال. هاي البونت كان من المفروض يكون عليها هون تراس مع أوتيل صغير مع ديبار لستاسيون تانية تقريبا بتوصلنا على جبال غير يعني على بيستات جديدة. نحن ورثنا المحطة عن بيتنا، بيتنا كانوا موظفين بالتلسياج، أول تلسياج نعمل بلبنان وفي الشرق هو التلسياج تبع وزارة السياحة. شافوا هيك صاروا يعملوا دراسات وعملوا محطة السكي تبعوا لنا هلا الموجودة الستاسيون السكي دي سات. بقى هيدي المحطة هلا نحن عم نحاول نطورها شوي شوي، بس بسبب الظروف كنا يعني واجهنا صعوبات كتير بكل شيء، واجتنا الظروف الاقتصادية مؤخرا. نحن واقفين بنقطة هلا هون كان مفروض يكون عليها بيست سكي وتراس وديبار لستاسيون تقريبا تانية تابع على الستاسيون هونيك، بس غير بيستات وغير اريا غير منطقة يعني. ونحنا هلا عم نحاول جاهدا نرجع نطور المنطقة كلها، لانه مثل ما شايفين هون المنطقة كلها يعني مستثمر منها 10% بس مش اكتر، من بين بيستات وبين شاليات وبين كل شيء.
نحن عنا خمسة رومونتي ميكانيك، في واحدة واقفة بسبب حادثة. هلا عنا كل واحدة مفروض تستقبل، يعني تستوعب بالساعة اللي بي تبعها بين 2000 و 2500 و 1200 و 2500. يعني نحن كل ساعة في واحد يعمل أربع طلعات سكي، يعني فقد حتى قد ما يكون في عجقة ممكن واحد يقدر يعمل أربع طلعات. أنا مثل ما بتذكر من بي كان موظف بالتلسياج الجيش، هلا بيقولوا له الجيش، هو وزارة السياحة. كنا نطلع معهم، كنا أولاد، كان في بار قديم نقعد بالمال العشونيني أشياء، كانوا الناس كل الناس اللي على البيست يعرفوا بعضهم، وكلهم مش الزبونات، يعني كنا أكتر من الزبونات، يعني كنا نحس حالنا إنه وقت ما يطلعوا بالويكند نتلفن لهم إنه شو فيك بكون شيء ليش ما طلعتوا. يعني عن جد أيام كانت كتير حلوة، وكانوا الناس يطلعوا ينبسطوا بشكل أكتر، يعني يعرفوا ينبسطوا بطريقة بسيطة، نقدر ينبسطوا الناس ويعيشوا مع بعضهم. يعني أي سنة عمل سكي بالأرز أول مرة؟ أنا بي كان يخبرني أنه سنة 46 كانوا يطلعوا ماشي ياخدوا سكيات خشب بلا بوت سكي، يعني كانوا بيعملوا بالبوتات العادية، ياخدوا يمشوا كل النهار تينزلوا سحبة واحدة سكي نازلة، كانوا من سنة 46 هنا. التلسكي تبعكم تلسكي جاي سنة؟ نحن نعمل أول واحد سنة 59، هيدا كان أول تلسكي بينعمل، وكان في كان من زبوناتنا كان كاميل شمعون، داني شمعون الله يرحمه، ومن هون راحوا وبلشوا يعملوا، اخترعوا مشروع فقرة أول شيء وفرايا. هلا قربنا شوي على البيستات تبعولنا، مثل ما شايفين العجقه كيف هيك موزع العجقه بطريقه حلوه، والناس شوي بعد عن بعضهم، وما بدنا ننسى التلسياج اللي صار عليه الحادثه السنه الماضيه فوق. هيدا كان لازم يكونوا الناس عم بيعملوا على راس الجبل، مثل ما شايفين انه صرنا ما عم نقدر نوصل الناس الى نص الجبل. نتمنى من الدولة يسرعوا التحقيق ويكونوا نقدر نعرف ونشوف اي بار بدنا نرسي، يعني مشان نقدر نصلحه. هذا في ناس عطشوه اي، وما فيكم تدقوا فيه قبل ما يخلص التحقيق. ما نحن منفضل ما نقرب عليه قبل ما يخلص التحقيق ونشوف شو فيه. من هون بتبين الارز كلها سوا، شو هالمنطقة، شو هالعظمة، وين بالعالم في أرزات الرب، وين بالعالم في أرز هالقد، وين بالعالم في تلج هالقد، وين بالعالم على علو 2200 فرجيتكم إياها، بتشوفوا هيك منظر بالطقس الروعة والشمس بترفقكم كل النهار. هالمنطقة بدها شوية اهتمام أكتر، بمعنى بدها خطة، شغلة كتير هاي، بدها خطة، بدنا خطة طرقات تقدر تجيب ناس أكتر، بدنا خطة طرقات ترجع تظهر ناس أكتر، بدنا خطة باركينج أكبر لما عم بتساع، بدها خطة لأوتيلات مرتبين يقدروا يحضنوا كل الناس، بس مش بس بلبنان، بس مش من كل بلدان العالم. بدها standardization of the system تيكون الأوتيل مرتب والأكل مرتب والاستقبال مرتب والسيربس مرتب، وما يكون كل واحد فات على حسابه. وهين نزرع شجر بعد أكتر، البيستات بيركبوا ثلاثة رومونتي أكتر، خلصت. دولة بتحط شوي، البلدية شوي، أصحاب استاسيون شوي، أصحاب الأوتيلات شوي، أصحاب الأراضي شوي، ومنعمل أهم ديستنيشن بالعالم. أساساً هي أعلى وأحلى تلج وأحسن تلج بالشرق الأوسط. طيب ليش ما بتصير من العالم؟ بدأ سيستم كلنا مع بعضنا، نحط إيدينا بإيدين بعضنا، نآمن مع بعضنا أنه فيها تصير أهم منطقة تفوت مدخول كتير مهم، وتخلي الناس يسافروا لعنا وبتخلص كتير هينة. هيك نخلص فيديو ونودعكم للتاريخ. Just a thought، وإن شاء الله يصير عأيامنا مش عأيام ولادنا. مش حرام، لك مش حرام. ناس اجت قطشت الكابل لأعلى بيست سكي بالشرق الأوسط عشان نستفيد منها كلنا سوا. أزا على يوفقهم، يعني نحن منسامح، بس أنه فيها الدولة تخبرنا مين كرمال يتزبط وترجع الحياة ويطلعوا الناس يعملوا سكي من فوق.
بس هيك. ستاسيون درابار طلع في اكثر من 3000 شخص كلهم يعملوا سكي عم نصوروا من فوق. انت بتعمل سكي منيح؟ كنا لازم نعمل كومبيتيسيون انا وياك. هلا عم تخبرني شرحت ما تجي نعمل سباق بدك تسوق مرتجع بعد باي بون شانس. سو نحن كافيه السادر نحن وي فاوندد بال 42 بعد ما انهدم الاوتيل بال 60 نحن بقينا بعض الاوتيل كان اسمه لو جران اوتيل السادر وصرنا كافيه السادر سمبلي وي لوكيتد على فيسينج مدخل الغابه الاساسي. سو بيزيكلي كل ما تقطع من حد الغابه حتشوفنا حتعرف نحن وين. الريسيبيز بعدهم من 42 ما تغيروا سمبلي لانه ما في لزوم لانه الاكل من 42 لهلا ذات الطعمة. الجاست اللي جاي قبل ديل الولاده ديل الولاد ولاده. عندنا ثلاث مطابخ وتشيز لبنانيز اللي عمره 82 سنة لهلا. عندنا الإيطاليان بس شباتاز إيطاليان ساندويتشز وعندنا الانترناشنال وينجز ستريبس برجرز سابز رابس كله موجود. سو في فرايتي حلوة للتورست اللي جاي على الغابة يقدر يعرف شو بده. Which we offer coming gluten free burgers, we offer lactose intolerant people. هلا نحن اهلي بالمطبخ لهم زمان وامي كثير strict وما عم فينا نشغل معنا الا امي واختي وبنت عمي. الكشك بتعقد 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 حبيتها كتير. اللبنة مع ورمة روعة وعجينتهم قديش رقيقة محمصة ما بتعلك اكسبشنال. ما عم بتذكر إذا تعرفت عليهم 2017 أو 2016 من أول أيام كنت أقطع على الطريق وقف أكل منقوشة كفي عندن ركبت الخيمة وطورت الخيمة بدون استلم وبعدني بقطع بقول لهم مرحبا زوزو ونتاري بحبهم كتير. اكلت حمص بالاول اكلت منقيش اكلت جوا كان الثلج برا الدنيا فوق بعضه. حتى تعرفت على الوالد الله يرحمه يلي كفى ورا الجد بالاوتيل العظيم. اليوم اول مره بكتشف انه كان في اوتيل هون طلعوا صوره 1960 نزلوه هن كفوا وبرجر اند اذر ثينجز. مين بيقول انجويينج ات هيك بنخلص برمت مع الاولاد يومين عرفنا اصحابي اكلنا اكل طيب بنرجع على البيت. فانتوا بتطلعوا بنرجع نعمل ريكاب أربع 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 نعمل ريكاب بتطلع بتتعشوا عن سيزل بتتغدوا عن كافيه السادر
بتناموا بسيدروس بتعملوا سكي فوق بتتغدوا بتتعشوا فوق لانه هو دائما عشان هيك توفي معنا يومين وبقدوا يا ريت فينا بقى نهار بعد بس انه هن عضلاتي عم بيقولوا لي بقدي انطوني بطل عمرك 20 يرجع على البيت عندهم اللحمة من كافي دو باري باكيت دو لانتركوت مع الخبزة ومع البطاطا جبت القطوة هيك باكيت فريش بتعملو هيك كويك اوفر فيو مع ضوء احسن ومع موسيقى اقل حبيت كتير الاكل برجر ريكومندد اللحمة very good quality الفرنش فرايز عظيمين عندهم صاج كتير كتير طيب المنتوجات البلدية إن كان لبنة الأورما الكشك top I enjoy it بعد فيه ترارارا ما عبالكم تحلية بآخر النهار كيد I have a surprise يلا let's go وين الجاتو عملت لك تروا جاتو واحد منهم لفالنتاين كملنا فرجيك فيهم يلا ريدي؟ يب رجعنا عند كلارا كلارا اليوم عملت لي سوربريز جاتو إلي وجاتو لنال وجاتو إلكن طلبت منها فريزيه من امبارح وما نسيت أنا نسيت وما نسيت طلع قديش غني سوبر سبونجي انتو شبعتوا لا؟ لا اكلتوا كتير ما قلتوا اكلنا كتير لا انا ما اكلت كتير انت ما اكلت كتير؟ مين؟ ما هلا قلت لي كتير اكلت بابا بطل فيي لازم نرجع على البيت لا اكيد انت؟ وي ما هلا انت خبرتني لا توب 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 الكريم رائعة رائعة الفريز اللي بقلبه بيسطله قرشة ارقش الفستق مش معقول شو هالأدد فاليو سوبر كريمي انجويبل كريمي لايت سويتنس واو فحتين عن جد واو مو هيدا لألمة مرسي لا بتستاهل يا انجوي شاو عندك معلقه تاكله اسرع ايه اكيد بمزح هيك بنخلص برمتنا مزبوط هالمره وبنقول لكم باي رح ننام على الطريق وانا رح سوق رح ننبسط بالجاتويات اللي اخذتهم معي على البيت كلارا بتعقج كان سكي روعه الاولاد كثير انبسطوا اند سي يو اجين بسفراتي وبرمتي بالعالم فتت له جلبي كان على طريق الأرز ما بده شيء جيب الأخذ بط حالك جد جيب ريكومندد بتعمل دليفري على بيروت هيدا بونس هيدا بونس نحن مش ساعين أربعة 7 سيتر بس كل أغراض ورا في عنا أربع جاتويات جونا زيادة كانوا فاكرين نايم وما بعتقد حدا رح ينام ساعتين طريق مع كل شيء في غراض وسكي وبطاطي يومين مع الأولاد وأنا كنت صلي أربعة أيام قبل صلي ست أيام برات البيت في ورا غراض وبدها نهار تفضاي وغسيل